رجعنا لكم لحتى نكمل مع بعض فقرتنا الثانية، واسمحوا لي رحب بأبونا فادي بولس اسكندر. أهلا وسهلا بحضرتك أبونا. أهلا وسهلا فيكم. أبونا حضرتك من العراق، نعم. وحضرتك ابن لكاهن شهيد استشهد بالموصل مظبوط. على يد جماعة إسلامية، مع يعني تعتبر حالها منا تابعة لا لداعش ولا للقاعدة حسب ما عرفت منك، ولكن هي جماعة متطرفة. وحسب ما خبرتني الوضع كان كتير مؤلم، وهذا الشيء صار بال 2016. مظبوط. نعم، في مجال هيك تخبرني شوي عن هذا الاختبار الكتير موجع يلي عشته؟ بالبداية شكرا كثير لكم على استضافتكم في قناة نور الشرق العزيزة علينا. الاختبار أكيد هو مؤلم. أنا قلت أنه مثلا فينا نقلل الموضوع، لأن قد يكون بعض الأشياء اللي أنا راح أحكيها أيضا هي مؤلمة لمن يسمعنا. ولكن بال 2006 ب 19/10/2006 بالموصل بحي الصناعة اختطف والدي. هو كان رايح تيصلح سيارته، اختطف على يد ناس مجهولين الهوية، مجهولين الانتماء. أنا لما قلت أنه هني مجموعة إسلامية ولكن مجهولة الانتماء، بواقع أنه بعد الاختطاف تم الاتصال فينا بالتليفون منشان نعمل مفاوضات. نعم، شو كان بدهم؟ شو كانت مطالبهم؟ مطالبهم كانت متعددة بصراحة. نعم. بداية كان المطلب الرئيسي أنه من خطفناه إحنا راح نقتله انتقاما لفهم خاطئ كان في ذلك الزمان لكلمة كان صارت حديث العالم حول تاريخية الإسلام وطرقة في روما. نتيجة لهذا التعصب، نتيجة للفهم الخاطئ، اختطف والدي، وكان الغاية أن يقتل انتقاما لكرامة. نعم، بس ما فهمت أي شو الشيء اللي انفهم غلط. إنه كان أتوقع في ذلك اليوم كان صار حديث في الفاتيكان. نعم. بمحاضرة ما عن تاريخية الإسلام وكيف أنه صارت في بداية انتشار الإسلام قسم من الحروب. نعم. اللي ولكن هذا صحيح. مظبوط. ايه، انتشار الإسلام تم تاريخيا بقسم من الحروب اللي أدت إلى قتل عدد كبير من العالم ومن الناس. هذا يثبته التاريخ باختلاف التفاسير. ما بدنا نفوت بالتفاصيل، باختلاف التفاسير. فهم خطأ على أنه هو تحدي لكل المسلمين، تحدي لمن يعيشون في الشرق الأوسط، إهانة لمعتقدهم، بينما هو الموضوع لا يتعدى عن كونه طرح مادة تاريخية. نعم. بكل بساطة عم نحكي حقيقة تاريخية بالنتيجة، ما عم نألف شيء. مزبوط. تم خطف والدي، وكان ببداية المفاوضات الحديث على أنه يجب أن يقتل انتقاما لما حصل. نعم. وكأنه ما حصل هو موجه ضدهم، وكأنه والدي من قام بالعمل. بعد مفاوضات وكلام طويل ومتعثر بسبب شدة اللهجة اللي كان يتبع الخاطفين، بعد مكالمات كثيرة تم التوصل إلى أنه قد يتم دفع فدية أو ما شابه في سبيل أن يخلى سبيل والدي. أيضا بدخول كثير من الوسطاء، أيضا الأحبة اللي أنا أكلم كل الحب والتقدير والاحترام، طلب أيضا
طلب الوسطاء أن يسمعوا صوته بالتليفون تيقولوا أنه مثلا ممكن أنه احنا ندفع مبلغ ليكون هو موجود أو ما موجود. المهم باختصار بعد 3 أيام بدون دفع الفدية، لأن تبين أنه ما يقبلون يعطونا أن نسمع صوته، تم العثور على جثته ملقى في حي القاهرة بالموصل بتاريخ 12/10/2006. هذا كان هو تاريخ استشهاد والدي، اللي كان تاريخ مؤلم جدا لنا كعائلة، مؤلم من كثير نواحي، مؤلم من أنه أنا كنت صغير أعتبر نفسي بهذاك الوقت، كان عندي أخوة أصغر مني، أنا كنت الكبير، إحنا كنا 4 أخوة، أيضا والدتي. هذا الاختبار الصعب بداية ما كان سهل، هذا الاختبار كان يفوت إلى عمقنا الوجداني كعائلة. هذا الاختبار غير كثير مفاهيم بالنسبة لي خصوصا في حياتي. كنت سابقا أنا أيضا كنت شماس خادم بالكنيسة، مع والدي أحضر القداديس، أسمع المواعظ، أحضر كثير من اللقاءات الروحية بالكنيسة، تلمسني كلمة الرب. ولكن مع الاختبار صار في تحدي، صار في تحدي، هل كلمة الرب الحقيقة فاعلة في حياتي أم لا؟ هل صار في تحدي أنه هل هذا العمق الوجداني اللي انجرح ممكن أن يشفى أم لا؟ لأنه أوقات نحن قدام هيك الصعوبة، وحتى أنا بعرف من حالي أنا قدام أي شيء بايخ أوقات دغري بكب اللوم على الله أنه وينك؟ فكيف قدام هالقد اختبار صعب وبتكون أنت كل الوقت بالكنيسة وكلمة الله وواثق بالله، وتجي بتشوف أنه الطريقة اللي استشهد فيها الوالد والطريقة اللي تعذب فيها، بصير بتسأل أنه طب ما أنا قضى حياتي بالكنيسة لإلك، مكرس حالي إلك، وين كنت أنت؟ هاي أنه صرخة طبيعية، يعني إذا بدك ما ترح أيوب صرخة لهاي الصرخة. ف بدي أنا أنتقل من هيدي الصرخة اللي أنت صرختها أنه وينك لليوم أبونا فادي. أنت بوقتها كنت بعد منك حاط براسك تفوت وتعمل أبونا، تعمل الكامل. مين نعم، وقت قلت لي شماس، نحن وقت نقول شماس هي الرتبة ما قبل الكاهن، ما قبل الخورة. صحيح. فيمكن أنتوا بتسموا شماس لأي شخص عم يخدم، شخص بس عم يخدم بالكنيسة، مزبوط. مش رتبة. نعم. قبل ما ننتقل إلى موضوع الكهنوت، كان بدي أقيك شغلي أنه أنا بثلاث أيام الاختطاف كنت دائما روح على الكنيسة تصلي، وبس أصلي أبكي، أنه أبكي من جوا كمان، أنه الوضع صعب، يا ربي سهل علينا وخليني أشوف والدي، خليني أفرح، خلي أمي يرجع والدي على البيت وتفرح أخواتي. هذا الموضوع هو كان موضوع صلاتي لا غير. باليومين الأولانيين اللي الوالدي كان مخطوف فيهم، هذا اختبار أحب أحكينه كثير. باليومين الأولانيين أنا كنت حتى في صلاتي أحس بالحرقة، أنه أنا عم صلي بس أنا كمان محروق، أنا ما عندي هذا السلام، ما عندي هذا الاطمئنان، أنا عم مثل ما قلتي مثل أيوب عم أصرخ، بس صرختي أعلى من صوت ربنا، ما بتخليني أسمع صرختي. نتيجة هذا الألم في اليوم الثالث اللي هو إحنا إجانا فينو خبر استشهاد والدي، قبل ما يجينا الخبر بساعات هم أيضا كنت أصلي، ولكن في اليوم الثالث إجاني فد سلام غريب. يعني أنا كنت باليومين الأولين عم صلي وبعض الأحيان أبكي، باليوم الثالث خلاص البكاء بطل. هذا ثمار الصلاة. صار عندي نوع من السلام اللي ما أقدر أصف أن شيء حصل غير هي إرادة ربنا اللي خلت بقلبي هذا السلام. يعني أبونا أنا بعتبر أنه هون الأعجوبة الحقيقية، الأعجوبة يلي الصلاة بتعملها. يعني الصلاة ما عملت أعجوبة أنه الوالد يرجع، قد ما عملت أعجوبة برأيي أكبر، لأنه آخر شيء كلنا بدنا نموت.
الأعجوبة اللي صارت هي بالرغم من الشيء اللي صار المأساوي، السلام يلي كان عندك. بالضبط بالضبط، سلام فاق كل كل الفرح اللي مرات كنت أحضره باللقاءات الروحية. قد ما أنا كنت أفرح أفرح من كل قلبي من أحضر باللقاءات الروحية بالقداديس، بس السلام بالمعاناة، السلام بالألم غير شكل. السلام هو أنه أنا صرت عندي ثقة كاملة أنه ربنا راح يقدم الخير شو ما كان الخير. هلا أكيد أنه إحنا نضع مقاييس للخير، إحنا نخلي مسطرة ونقول له يا ربنا هاي المسطرة هي الخير بده يكون هيك هيك هيك. في بعض الأحيان إحنا نقول لا إحنا بدنا يكون عندنا أكثر مصاري، إحنا في بعض الأحيان نقول بدنا يكون عندنا أكثر درجات وظيفية، أكثر مكان اجتماعي، أكثر. بس من يجي سلام ربنا، من يجي سلام ربنا لا غير شكل. فهذا اللي خلى فيه قفزة عندي كشخص، أنه في هذاك النهار بالفعل احنا استقبلنا الموضوع، ولكن الموضوع كان اهين بالنسبة لي من اول يومين. اول يومين كان كثير صعبي، ثالث يوم لا كانت اهين. اجانا الخبر، بعد هذاك الخبر كثير امور في حياتي تغيرت، انه انا كنت اسمع انه ربنا عظيم، ولكن اليوم انا شفت انه شخص قريب من عندي قرر انه حياته أرخص من أن يترك ربنا. ما نكر إيمانه. معناته أنه عرفت أنه ربنا هو بالفعل أغلى من الحياة. هذاك الوقت هو الحياة. هو الحياة. نعم رائع. طب أبونا هيك للحظة ما حسيت أنه أنت بتكره هول الجماعة يلي استشهد الوالد بسببهم؟ ما حسيت انه افلو بتصير لي فرصة انا دعوسهم انتقم منهم؟ كيف كان هون المسامحة الغضب؟ اول شيء اكيد تعرضت، يعني حسيت هيك ببركان بمطرح من المطارح بغضب، بالرغم اكيد من كل السلام يلي انت عشته. يمكن هيدا الشيء رجع شوي شوي مع يسوع قدر يتبلور ويرجع يمكن يتحول لبعدين لمغفرة حقيقية، بس بالبداية كيف كانت؟ تقريكي شغلي، احنا كعائلة في الموصل خصوصا كان معارفنا من كل الأطياف المجتمعية ومن مختلف المعتقدات، ما كانت محصورة أبدا بأنه احنا كمسيحيين وعائلة كاهن محصورة أنه نعرف المسيحيين فقط. عندنا عائلة عشنا معاها بالموصل من أيام جدي، بيو لبيي، من أيام جدي كان يشتغل عندن وناس مسلمين سنة، وكانت علاقتنا متميزة معهم. كان في كل أفراحهم وفي كل أفراحنا ندعيهم ويدعونا، نروح ونتزاور. اشتغلوا عندن عمامي، أيضا اشتغل عندن بيي. علاقتهم بعد ما صار بي كاهن العلاقة استمرت، الزيارات استمرت. فأجاني عم عزيز من هديك العيلة، وبالكنيسة كمان هاي الشغلة ما بتذكرها، من كنا بالجناس. فعمي هدي مني ويقول لي يعني انه معلي وخلي ثقتك بربنا. أنا بدون ترتيب طلعت مني كلمة، قلت له ما تتوقع أنه هو مات، أنت أعرف أنه اللي قتلوه ماتوا مش هو اللي مات. إحنا عندنا رجاء أنه ربنا موجود، الموت ما له انتصار علينا. صحيح. طيب الشخص اللي يقول انه الحياة رخيصة، لا اموت بل ادخل الحياة، هذا ما راح يموت، هذا بالعكس هذا كمان هو تحدي، اجتاز بنجاح وحصل حياة ابدية وفرح ابدي. هذا الفرح الابدي هو اللي دائما نحن يهين علينا. بولس الرسول يقول ليس كالذين لا رجاء لهم، لا تحزنوا كالذين لا رجاء لهم.
هو اللي هين علينا. طيب احنا من نعرف انه الشخص اذا انتقل من بيننا وان كان شهيد فاحنا متأكدين انه ربنا هو امين وعادل ان يعطي الحياة لمن شهد له. نعم رائع. اللي قتلوه حتى وان كانوا اليوم يتمتعون ببركة ربنا بحياتهم ولكن هني عم يمشوا على طريق الموت. نعم. من يقدم عم يسكروا قلبهم للرب. من يقدم الموت لا يرقى غير الموت. كيف انا هاليوم اتصور حياتي انه انا مثلا انه عندي جرأة الى ان اقتل اخر نتيجة اختلافه عني وممكن انه انا اتوقع من ربنا انه راح يسامحني ويباركني ويعطيني مكافأة. شيء غريب. بالعكس هذا اللي فهمنا لأنه المشكلة هي صورة الله المشوهة. صورة الله المشوهة يعني. مزبوط صورة الله المشوهة ولكن أيضا إحنا في دواخلنا إحنا أبناء الله مخلوقين على صورته ومثاله. يعني الله هو محبة ورحمة. الله مستحيل يطلب أنه نحن نكون عم نقتل ونقتل. في عمق وجداننا يوجد ضمير. يوجد ضمير هو هذا الباب اللي ربنا خلانه تنسمع صوته. هذا الضمير ما ممكن أن يرتاح أو أن يعيش بفرح وهو يقدم الموت للآخرين. صحيح. هو بقول أنا ما بدي ذبيحة أنا بدي رحمة. عم بيطلب منا نقدم رحمة نقدم محبة نبذل ذاتنا بسبيل الآخر مش نبذل الآخر بسبيل صورة خاطئة أو مشوهة عن الرب. يمكن أنه أنا أبالغ في بعض الأحيان. أنا حسيت بالفعل بقيمة ما قاله يسوع يا أبتاه أوفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. القسم يمكن هذا شيء بدي أحكي عنه. إيه القسم يقول أنه كيف مستغرب اختبرت هالشيء كيف أنه إحنا نقول يا أبتاه أوفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. هلا لو أنا كنت ماشي بأيدي للموت أنا بستحق أنه واحد يحزن علي. يعني أنت كان فيك تختار الخيار اللي تحقد وتصير تكره وتصير حايد بدك حقد بقلبك وبدك تنتقم وبدك تعمل. أنت بالمقابل لا أنت اخترت اللي يسوع عمله على الصليب. تأسألك شغلة. نعم. بس أنا اخترت أكره أنا بكون بعيش. أبدا تكون عم تختار خلص. الموت عم ترفض الله ورفض الله موت. خلاص ما بدي حكي. احنا في جواتنا مثل ما قلت لك احنا في جواتنا في روح الله دائما احنا ولاده عم يعطينا للكل حتى اللي ما عم يجاوبوا بالمحبي عم يعطيله اياه تيكون على طريق المحبي. بدي اطلب منك شيء يمكن هيك يكون شوي صعب. اذا بيوم من الايام تتلاقى بشخص وبيجي بيقول لك انه انا يلي عذبت الوالد وانا يلي قتلته بايدي شو بتكون ردة فعلك؟ شو بتقول له؟ مباشرة أنا بيكون جوابي أنه كيف أنا أقدر أجيب هذا الشخص ليسوع؟ شو بتقول له كلمة؟ أنا هذا بيكون حلمي. طب إذا هلا افترض هو عم بيحضرنا نحن على نور الشرق نحن فضائية يعني بسهلة. ممكن كل بالعالم يكونوا عم يحضرونا إذا هلا بطلع على الكاميرا أوكي. على كاميرتك مباشرة وبتعتبر هو عم يحضرك شو بتقول له كلمة؟ ما أنا قلت لك مثل ما هي نعم. يعني أنه بتمنى أنه هو بيكون بيحضرنا نعم. بتمنى أنه هو بيكون بيسمعنا وبتمنى أنه أقدر ألتقي فيه وأشرح له قد هي المحبة قد هي الحياة مع يسوع أحلى وأغلى بكتير من كل شيء عم يتصور. قادر تقول له انه انت بتحبه ومسامحه؟ 100% رائع. 100% رائع. عن جد يعني كثير تأثرت صراحة ابونا بهالاختبار اللي قلته. طب خبرني هلا كيف بعدين من بعد ما قطع فترة كيف هيك قررت انت تفوت على الكهنوت تصير كاهن؟ بعد ما استشهد والدي ايضا مثل ما قلت لك انه صار عندي هالتحدي انه هل كلمة الله الفعالة بالفعل فعالة في انا؟ هل احنا كتير نقرأ انجيل وكتير نسمع عن التعزية
وكتير نسمع عن درب الآلام اللي لحد اليوم. أنا بس بأسبوع الآلام خصوصا في كثير من مواقف حياتي اتذكر خطوات يسوع بدرب الآلام. طيب هاي الاختبارات الصعبة هل ممكن أن تفعل فينا، أن تحيى فينا، أن تكون حقيقية معانا، ولا هي بس كانت مع يسوع؟ هذا الاختبار بالبداية كان معي، أنه أنا اليوم والدي انقتل، والدي استشهد، عائلتي صارت بوضع صعب ماديا، اجتماعيا، كانوا صغار إخواتك، وحتى احنا بالنسبة لنا كمجتمع شرقي والمجتمع الموصلي مجتمع شرقي محافظ كثير، الأب له مكانة كبيرة أكبر يمكن أنه من غير مجتمعات، يعني العيلة بتضع رجاء بالأب. واضحة هاي ها؟ فبعد هذا هل ممكن أنه احنا ممكن أن نستمر في هيك وضع؟ أنا كنت بشتغل بأربيل، حاولت أنه أهلي يكونوا معي، وبعدين بجهود خيرة من ناس بالكنيسة وأصدقاء آخرين قدرنا إحنا أن نحول من الموصل لأربيل. هلأ عشنا سوا إحنا، وكمان كانت شوية البداية صعبة أنه إحنا عم نتحول من المكان اللي نعرفه، من الناس الكثيرين اللي عشنا معاهم، من الناس اللي صار عندنا علاقات كثيرة معاهم، لا مكان قسم من العلاقات راح تقل، وكثير من العالم اللي عم نشتغل معه ما نعرفه وعلاقاتنا معهم قليلة، يعني في شوي وحدة كان، واللغة غير والعادات غير. يعني أنه أربيل بكردستان موصل بالمنطقة العراقية الخالصة. قد بتفرق اللغة والتقاليد؟ اللغة بتفرق كتير، أنه هون مينلي كردي، هون مينلي عربي، يعني فبتفرق كتير، بتفرق بالعادات بالتقاليد. هلأ إحنا أكيد هاي بدها وقت وتخلص، بس القصة أنه كمان العالم هنيك اللي نعرفهم كتار هون صاروا قلال، صح. وكل هاي انه صار عندنا حدا بالعيلة كنا دائما مخلين مثل ما قلت لك ان صح التعبير رجعنا عليه، راح سند الحمل الجبر، راح اول من وصلت لعنكاوة. طبعا كان بالخصوص استقبالنا من خلال الكنيسة كثير رائع. وصلت لعنكاوة، بعد هذا الاستقبال انا حاولت ان أخدم أيضا بالكنيسة تا أحس بطعم المشاركة وأبدي أكثر أعيش أكثر، قدم خدمة، لأن سابقا أنا وصغير يمكن أنه كنت أكثر آخذ، قلت أنه كان بدي أعطي، كان بدي أشتغل، يمكن أنه كان أكيد أنه أنا كنت كشماس أشتغل، ولكن شغلي كان قليل مقارنة بما صار بعد الاستشهاد. هاي المرحلة بديت أنا أنخرط، كان في أخوة شبابية بداية، الأخوة صارت أخوتين في كنيستين، هاي الأخوتين كمان بعدين كنت بالكورال، ومن خلال هول النشاطات والجامعات النشاطات والجماعات هي 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 هاي الشغلة اللي يعمل من خلال ربنا تا يحاول انه يشبعنا من محبته، تا يحاول يعني من خلاله اذا بدك ميزت دعوتك انه انا بدي اكون ابونا. انا لحد اليوم لا، سوري يعني لحد هداك اليوم لا. اوكي، شو الشيء اللي صار هيك الشغل الصادمة اللي صارت خلتك اذا بدك لحد هداك اليوم تمام انه انا كان عندي سلام، تمام انه كان عندي هاي ردة الفعل انه خلي اكون اكثر بالكنيسة تا احاول ان اخذ من عزاء ربنا اكثر، تا احاول ان افرح اكثر بايد ربنا اللي عم تشتغل من خلال هاي العالم لالنا، وانا كمان لالم.
هاي المشاركة هي كثير تخفف من أحمالنا، تخفف من أحمالنا النفسية، تخفف من أحمالنا الاجتماعية. ولكن شو هذا الشيء اللي صار يلي خليك تاخذ هذا القرار؟ كانوا يقولوا لي إنه ليش ما بدك تصير كان؟ قلت له لا بعد وقت. طول بعد وقت يعني كنت إنه ممكن. إنه إنه أنا ما كنت بدرجة تسمح لي إنه أقول وأقف إنه أنا بدي أصير كاهن. لا أنا بهذاك الوقت بكل صراحة كان عندي هذا التردد إنه هذا الشخص الكبير أمامي اللي هو شهيد، هل ممكن إنه أنا أصير مثله؟ كثير كبير كانت بالنسبة لي، كهنوت كثير كثير كبير ما أنا مستحقه، ولهذا هاي كان مفارقة عشت بحياتي. يعني كنت عم بتعيش إذا بدك هيك نزول وطلوع، أشطات وطلعات. مزبوط. إنه 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 أنا كمان ما كان عندي ثقة إنه أنا بحياتي عم استاهل أكون مثله. يعني أنا كثير 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 يعني إنه قد ما أنا كنت بحب بيي، قد ما أنا إنه تمام بيي طبعًا إضافة إلى أنه هو كان معلم وعلمني. فقد ما أنا كنت أتعلم منه كمان، قد ما كنت أخذ من محبته. بعد الاستشهاد صار كثير كبير، صار إنه أنا أنظر له بشكل آخر، صار إنه أنا أطلب صلاته، صار إنه أنا أصلي تهو يصلي لي، صار إنه هاي النوع من المشاركة. انه حدا يقل لي تأثير كان شاركت القديسين اذا بدك. ايه بالفعل. طب شو الشيء هيك اللي صار لحتى اخذت قرارك انه انا بدي فوت اعمل فوري؟ قبل سنة ونص شاركت بدورة مسكونية كان اقامها مجلس كنائس الشرق الاوسط من خلال WACF. هاي التنشئة المسكونية اللي كانت هون ببرمانا تعرفت على أبونا أبونا جيمي دانحو، صارت فيناتنا علاقة، وجيت زيارة لكنيستنا هون عند سيدنا جورج صليبة. التقيت وأنا ما كان ببالي أنه صير كاهن أبدا بتاتا، ورجعت للعراق. هي كانت 20 يوم ورجعت للعراق، بقيت العلاقة طيبة ولو انه ما كان في تواصل كبير، ولكن بعد تقريبا سنة من تنشئة المسكونين اللي صارت يجيني خبر من هون انه سيدنا عم يدور على كهني وانت اجيت ببالنا، والخبر من لبنان مش من العراق. شو قولك انه بدك تصير كاهن؟ طبعا هي كانت رسالة. اول شيء انا اخذتها ورحت على البيت وشوفتها لزوجتي، قلت لها طلعي فيها شو قولك انت عم تحملي الموضوع انه حدا عم يبعث لي من برا عم يقول لي انت بدك تصير كهنة. هلا كثيرين قالوا وجهه واحد عم يبعثني من برا شو القصة. كمان بهداك الوقت انا كنت معود انه عندي شغل. هداك الوقت اللي انا انبعثت لي فينو رسالة، صدفت انه اضل ادور على شغل وما يجيني شغل، مع العلم انه هذا الشيء ما كان دائما مطروح في حياتي. طيب هذاك الوقت ايضا انا بطلع من الكنيسة، اشخاص بالكنيسة اللي انت ليش ما بتصير كاهن؟ واحد من اللي يعرفه شو القصة، في حدا عم اشارات كثير، في حدا عم شو هذاك حكي، وانا متأكد انه ما في حدا حكي. فصليت صليت وعرفت انه في دعوة، في انه يا ابني انت بدك ولا لا. ما تتردد ما تخاف، ما تتردد قد كان موسى مردد وقديش اخر شيء قد قدر يعمل اشياء من خلال الرب موسى. كثير امور يمكن انه انا اليوم ما يسعني المجال انه اذكرها، بس كثير امور خلتني بهداك الوقت اعرف انه في ايد ربنا اكيد عم تدعو. ف
فأنا كان قدامي إنه إيه أو لا. الحمد لله إيه. قلت النعم مثل العذراء. مرسي كثير أبونا لك، الله يقدسك. مرسي لكم. وهيك بدي منك بس تسحب آية صغيرة أوكي. من هون تقرأ لها على صوت عالي، رح نكون عم نختم فيها فقرتنا. تقريها ولا أقريها؟ الرب يشفي المنكسري القلوب ويضمد جروحهم. مزمير سفر المزمير. آمين. تحب هيك تقول كلمة أخيرة عن الآية حتى نختم؟ الكلمة الأخيرة هي أنه أنا أشكر ربنا. آمين. أنه كثير حتى أنا اليوم في خدمتي ككاهن انتبهت على شغلي بالإنجيل الطقسي، أنه دائما الكنيسة تركز بالإنجيل الطقسي خلال فترة العنصرة اللي هي فترة تأسيس الكنيسة. نعم. على أنه نقرأ يوحنا 6 وكيف نفهم أنه ربنا هو الخبز الحقيقي اللي ممكن أن يدخل إلى جوفنا ويقدسه. خبز الحياة. أمين. شكر حضورك أبونا. مشاهدينا بريك ونرجع لكم.